يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. لا توصي إلى أحد يقوم مقامك من بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة. السفير الرابع علي بن محمد السمري الذي تولى السفارة بعد السفير الثالث، تولى النيابة من قبل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سنة 326 للهجرة. والسفير الرابع هي أقصر فترة لسفارته، تسلم زمام أمر السفارة سنة 326 للهجرة، وتوفي سنة 329 للهجرة، أي فترة سفارته 3 سنوات فقط. السفير الرابع مر بحقبة أو بفترة جدا صعبة، أكثر من الفترات التي مر بها السفراء الذين سبقوه. كان بني العباس يسفكون الدماء ويلاحقون كل من اتبع خط أتباع أهل البيت، وكانوا هدفهم الأول هو العثور على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وقتل الإمام، والتوجه من بعد ذلك إلى الخلاص من أتباعه وأتباع أهل البيت. فكان السفير الرابع له دور كبير مع الإمام الحجة بالحفاظ أولا وبالذات على الإمام الحجة، وثانيا على المجتمع الذين كانوا يسلكون خط أهل البيت وأتباع أهل البيت. كما نلاحظ أن معظم التواقيع الشريفة التي كانت تخرج لأصحابها كانت تخلو من ذكر اسم السفير، أو أنها مرت من خلاله، وذلك لسببين. الأول أن الشيعة كانوا قد اعتادوا العلاقة مع إمامهم من خلال هذا الأسلوب، وبالتالي أصبح راسخا في الأذهان أن التوقيع ليس للسفير فيه من دور سوى الإيصال من وإلى الإمام عليه السلام. والثاني أنهم قد خمرتهم التجارب لشدة الوصايا بالكتمان، وحيث أنهم يتعاطون بمستند خطي فإن خلوه من ذكر الأسماء هو أحوط لهم وللسفير من أن يقع توقيع بيد السلطة فتتتبع ما فيه من أسماء. شخصية السفير الرابع لا تقل عن شخصية السفراء الذين كانوا قبله، شخصية متميزة، شخصية لامعة، كان عالما من العلماء، كان زاهدا من الزهاد، ورعا، معروفا بصلاحه، مقبولا عند الناس، عند العامة والخاصة، يعني عند الشيعة وعند غيرهم. علي بن محمد السمري، we have a beautiful hadith about him. One day he's sitting with his ashab. He tells them, the father of a Sheikh al-Saduq, he died. So they said, they wrote exactly the minute that he said he died. They say 17 days after, the word reached Baghdad, the father of Sheikh Saduq died. He died the same minute that Ali ibn Muhammad al-Samari said. قبل أن يتوفاه الله وأن يقبض من هذه الدنيا، الإمام الحجة عليه السلام أرسل له هذا التوقيع، وصدر منه هذا التوقيع: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، يعني يعظم لإخوته الأجر لأنه سوف يموت، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. حدث أحمد بن محمد الصفواني قال: لما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه، فلم يظهر شيئا من ذلك، وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. وقد دفن السمري رحمه الله في بغداد
ومكان قبره معروف يزوره الموالون.